أول أنا أشكر الزملاء حقيقة على تنظيم هذا المؤتمر الأول للأشعة التداخلية في المملكة، والحقيقة أن هذه باكورة إنتاج الجمعية العلمية للأشعة التداخلية في المملكة، والجميع حقيقة فرح ومسرور بإنشاء هذه الجمعية وبهذا المؤتمر القيم الذي سلط الضوء على أحدث المبتكرات في هذا العلم من القساطر وغيرها، وكذلك من المحاضرات القيمة التي ألقى عدد من الزملاء داخل المملكة وخارج المملكة. والحقيقة أن مستوى الحضور ومستوى المادة العلمية الموجودة شيء يفرح ويفتخر فيه.